عسلامة ومرحبا بكم مع جيوس فيتنس. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي. اليوم باش نعملوا مع بعضنا بيتزا مشخشخه كيما نعرفينا بالجبن والطن والزيتون والمعدنوس. حسيل المعدنوس يزيد فيها شطر. البيتزا هذه شهوه ذكرني في صغري في تونس، فما بيتزاريه لتوا في المنزاسيس تعمل البيتزا هذية والبنه اللي فيها ما نحكي لكمش. نتصور مش كان انا نحبها، برشا فيكم يذولي يعرفوها. كان تعرفوها قولوا لي في لي كومونتير. اي توكيل عاده، كان عجبتكم الوصفه ما تنساوش باش تشجعوني برشا جيميت وكومونتيرات، وتتابعوني على الانستغرام @jiwasweetness. تظهر لكم توا في ليكران، وتوا هيا هيا نبداو. اول حاجه باش نبداو بها باش نحضروا العجينه نتاعنا. دوك باش نعطيكم المقادير، وكان تحبوا تنجموا تضاعفوا. انا حتى اليوم مانيش نستعملها الكميه هذه الكل، تنوريكم من بعد شنو باش نعمل بها. دوك لهنا عندي 500 غرام فرينه عاديه، باش نعمل هكا حفره في الوسط. انا خيرت اني نستعمل الغوبو نتاعي، معناها في البول نتاع الغوبو. كان ما عندكمش تنجموا راكم تعجنوا بيديكم، ما فما حتى مشكل. به في وسط الحفره هذيك باش نحط الخميره نتاعي. عندي لهنا 23 غرام خميره فرشكه. انا وقتها شريت حكيت كيلو، قصيتهم ولفيتهم كيما انتم ما شفتوهم وخبيتهم في الكونجيلاتور. هكا تشوفوا فيها حتى تو مازالت يابسه، باش نحاول هكا نفتفتها في الوسط. كان ما عندكمش خميره هذيا الفرشكه راكم تستعملوا باكو نتاع خميره. انا الباكو اللي نستعملو فيه 7 غرامات خميره خبز. من بعد ما قصيتها هكا مش برشا، كان تحبوا خرجوها قبل مده من الكونجيلاتور باش تتحللكم، راهي تقعد في الكونجيلاتور ما يصير لها حتى شيء. باش نصب فوقها ماء دافي. بالنسبه لكميه الماء نقولكم في الاخر قديش تستحقوا، اما ديما نقولكم قد كل فرينه وقديش تشرب. معناها انا تنجم نستحق مثلا 400 غرام، انتم تنجموا تستحقوا اكثر، اما حسب تقريب تنعطيكم في الاخر بالضبط قديش. هكا نحاول توا نحلها، وباش نزيد عليها مغرفه صغيره سكر. باش نحط مغرفه السكر في الوسط، زيد شويه، وباش نخليها تخمر شويه، معناها تتفاعل شويه. باش نغطيها بحاجه، من بعد نرجع نشوفوا مع بعضنا كيفاش نكملوا الوصفه نتاعنا. الخميره نتاعنا اون برانسيب سي تفاعلت كيما تشوفوا هكا، عملت كلكا شكوشه، تقعد حكيت 10 دقائق. نحاولوا هكا نشوفوها تحلت بالكدا والا لا. باش نكملوا توا باقي المكونات نتاعنا، باش نحط مغرفه صغيره اعشاب منسمه. هذه الخليط نتاع لوريغان نتاع الكليل والزعتر، انا نحسو يبنن برشا، اما راكم تنجموا تستغنوا عليه كان ما تحبوش. وباش نحط زيت زيتونه. راهي هذه الوصفه معناها ما فيهاش برشا مكونات كيما الوصفه الاصليه بالضبط نتاع البيتزا الطليانيه، فرينه وخميره جوست. هذايا انا حطيتهم زياده وزيت زيتونه. دونك باش نحط حكايه 25 مليلتر، معناها نقولوا زوز مغارف كبار. وباش نكمل مغرفه صغيره ملح، ونحطها تتعجن الكل هكا مع بعضها، ونقعد نزيد لها بشويه بشويه في الماء. الملح ديما نبعده على الخميره. بسم الله، مغرفه صغرونه. وباش نحطها تتعجن حكيت 10 دقائق. هذه القوام نتاع العجينه نتاعنا بعد ما تعجنت كيما قاعدين تشوفوا فيها سوبل وما تلصقش برشا، راهي جوست لهنا خطره في الكواندويت. توا باش نحيها من البول، اون فيت باش نحي جوست الشطر باش نوريكم كيفاش باش نستحفظ بيه. تنجموا تحطوه في ساشي دو كونجيلاسيون وتخبيوه في الفريجيدير، والا في حكه كيما باش نعمل انا فيكم مانيش نستحق الكميه هذه الكل. ومن غدوه راني باش نطيبها، معناها مش نخليها برشا. هي راهي الوصفه الاصليه نتاع البيتزا تقعد تخمر بال 24 ساعه ب 48 ساعه، اما احنا اليوم باش هذيا باش نخليوها تخمر سويعه من زمان وباش نستعملوها، والاخرى باش نبيتوها في الفريجيدير ومن غدوه نعملوا بها حكايه اخرى. باش نحط شويه زيت زيتونه مش برشا وندهنها. تدهنوها الكل حتى الحروف نتاعها، باش حتى باش تاخذ هكا راحتها باش تخمر، معناها تزلق يبدا ثم زيت تزلق وتخمر. يلزم الحكم نتاعكم تكون كبيره على خاطر راهي تخمر برشا. باش نقسم توا اشتر الكميه، شفتوا القوام باش
نلفها بالزيت باش نغطيها باش نحطها طول في الفريجيدير باش تاخذ وقتها باش تخمر مش تخمر ومن بعد نحطها في الفريجيدير. وباش نكملوا هذيا باش ندهن البول نتاعي بشويه زيت، نحط لها نكته زيت من فوق، نحي الكوندويت ونحي هذا اللي فيه ونغطيها بابي سيلوفان ومنديله ونخليها حتى لين يضاعف الحجم نتاعها. ما بينها العجينه نتاعنا قاعده تخمر باش نحضروا مع بعضنا الصوص نتاع البيتزا. في طنجره باش نحط شويه زيت زيتونه وباش نزيد فوقه 500 غرام طومات كونكاسي اللي هي الطماطم المهروشه. انا راني نشريها معلبه حاضره، اما راكم تنجموا تستعملوا الطماطم فريشكه. تاخذوا حكايه 5 كعبات تشقوهم تعملوا علامه من فوق على كعبه الطماطم وتحطوهم في الماء يغلي ومن بعد تقشروهم وتقصوهم وتستعملوهم. وكان تحبوا راكم تنجموا ترحيوهم، معناها خاطر انا بعد الصوص باش نرحيها الكل مش بالضروره معناها تخليه كيكا تروف تروف تروف. باش نتعداو للتفويح وباش نبداو بشويه اعشاب منسمه، ديما تسالوني شنو ما راهم، هذيا خليط نتاع اعشاب نشريه حاضر يبدا فيه الكليل الزعتر لوريغان الحبق والا يبدا مكتوب عليه ايرب دو بروفانس والا حشائش ايطاليه. باش نحطو حكايه مغرفه صغيره، باش نزيد مغرفه صغيره سكر ماهيش معبيه. شوية ثوم بودر على رأس المغرفة، وكان تحبوا تنجموا تعوضوه بالفريشك. أنا نحس الثوم بودر ماهوش قوي كما الفريشك، دونك نخيره في البيتزا. وزادة تنجموا تستعملوا البصل الشيح زادة يبنن برشا، وإلا كان ما عندكمش بصل الشيح تنجموا تاخذوا كعبة بصل كان انتم ما تحبوها. تفرموها مليح مليح، تقليوها شوية في الزيت قبل ما تحطوا الطماطم. باش نكمل بشويه فلفل اكحل وشويه ملح وكها، ونخليها تتقلى شويه بركة. من بعد باش نزيد لها شويه ماء. لهنا عندي ليكم ملاحظه صغيره، راني انا الصوص نتاع البيتزا ما نطيبهاش برشا، جست نخليها تشم النار شويه، معناها حكيت 5 دقائق على اقصى حاجه، اقصى تقدير نقولوا 10، اما النار تبدا جويده كل شيء خاطر ما نحبهاش تطيب لي برشا. ماهيش صلصه المقرونه يلزمها تقعد فيها القروسيه شويه، معناها القروسيه وتحسوا الطماطم فريشكه، معناها الاصل نتاع الصلصه نتاع البيتزا راهي في ايطاليا ما تطيبش، اما انا ديما نشممها شويه النار بشكل الفحات يسيبوا المطعم نتاعها ودي أبن أكثر. كهو توا بعد حكيت 5 دقائق وهي قاعدة تبقبق هكيكة، شفتوا حتى الزيت متاعها خرج من فوق طاف من فوق. النار متاعي كانت ما بين ضعيفة ومتوسطة ماهيش قوية برشا باش ما تشيحش وتشدلكم زيدا. توا طفيت عليها وباش نرحيها ونخليها تبرد ونتعدي ونشوفوا مع بعضنا باقي الوصفة. العجينه نتاعي ما شاء الله خمرت مليح مليح كان قاعدين تشوفوا فيها. فما حاجه ما قلتها لكمش، هي كميه الماء تستحقي 350 مللتر ماء، اما ديما نقول لكم راهو تنجموا تزيدوا كيما تنجموا تنقصوا. وتو تلقاو الوصفه مكتوبه على الموقع نتاعي diwasweetness.com. دونك توا باش ندهن ايديا بشويه زيت شويه تونه جست باش ما يلصقوش في الكوندويت، وباش ناخذ العجينه نتاعي ونحطها في الطبق. انا باش نستعمل الطبق اللي قاعدين تشوفوا فيه، الكبر نتاعو يظهر لي 26 على 37 حاجه كيما هكا حسب تقريب، اما راكم تنجموا تستعملوا الفور نتاع الطبق نتاع الفور. دونك باش نحط بابي كويسون باش من بعد تسهل لي اني نحيها وما نقصهاش في الطبق باش ما يتجرحش، ونحلو مع بعضنا العجينه نتاعنا. شوفوا قد ايه هي سوبل، شفتوا تنحيوا منها الهواء شويه مش برشا. دونك باش نحلها توا هكا بشويه بشويه حتى لين تاخذ كبر الطبق الكل، خليو فيها الهواء ما فما حتى مشكل. كان تحبوا راكم تنجموا تحلوها بالقلقال، اما انا ديما نخير البيتزا تتحل بالطريقه هذيا. حتى عملت قبل معاكم فيديوهات اخرين نتاع بيتزا ديما نخير نحلها بسويبك. باش نتبعها بشويه بشويه من بعد نشوفوا شنو باش نزيدو نحطو فوقها. هذه العجينه بعد ما حليتها وسعوا بالكم بشويه بشويه تتحل. انا ما نحبش نحط كميه كبيره نتاع عجينه باش ما تجينيش ياسر عاليه، نحبها ملوطة تبدا لي كروستيونط وهكا عاليه ما ماهوش برشا. كنت تحبوها تكون عاليه برشا كيما الفوكاتشا راكم تنجموا تكثروا في كميه العجينه، فيها تقسموا العجينه على اثنين تخليه اقل شويه والا تعملوا الثلثين على ثلث، يقعد حسب الاختيار نتاعكم. شنو باش نقول لكم، تو باش نغطيها ونخليها تخمر حكايه نصيف ساعه 4 دراج
جست باش تزيد هكا تتنفخ لي شويه، ومن بعد نحطوا عليها الصوص. العجينه نتاعي سي زادت خمرت، توا باش نحط لها الصوص نتاعها، باش ننقبها هكا شويه مش برشا. راكم تنجموا تستعملوا العجينه هذه وتعملوا بها البيتزا نورمال مدوره، انا شتيتها هذه هذيك علاش، اما تنجموا تعملوا بها اي بيتزا نتوما تحبوها. باش نحط الصوص، حطيت الفرن نتاعي يسخن من فوق ومن اللوطة على 250 درجه مئويه، هذه اقصى حاجه عندي انا. كان نتوما عندكم اكثر تنجموا تحطوا اكثر، معناها يقعد ديما كان عندكم 300 حطوا 300. وباش نزيد عليها كعبه طماط سوريز، تنجموا تاخذوا كعبه طماطم وتقصوها وتحطوا، انا نحب هكا كي نبدا ناكل تحس حاجه فريشكه وحاجه طايبه، اما يقعد اختياري، راه تنجموا تستغنيوا عليها المرحله هذه جمله. نحط هكا كعبات كهو يزي. توا باش ندخلها في الفور، باش نحطها من اللوطة بالكل، معناها مش في الطبق الاولاني، من اللوطة بالكل على النار طول. تقعد حكيت 5 دقائق 6 دقائق انتوما والفور متاعكم، ما تخليوهاش برشا وتغفلوا عليها باش ما تتحرقش، وتنجموا تهزوا هكا شوية باش تشوفوا القاع حمار وإلا لا. سي العجينة متاعي طابت من اللوطة بالكدا، حمارت خذت لون مزيان. توا باش نحطو لها جبن ونعاود نحطها في الفور. بالنسبه للوقت راه خذيت لي حكايه 10 دقائق ماهيش 5 دقائق، دونك يلزمكم كل مره هكا تهزوا وتثبتوا تعسوا عليها. ديما احسن جبن للبيتزا يقعد الموتزاريلا، تنجموا تاخذوا موتزاريلا عربي كاينكم في تونس باهية برشا، بالنسبه للماركات الاخرين راني ما عنديش حتى فكره. وكان تحبوا تزيدوا تشخشخوها راكم تنجموا تزيدوا انواع اخرين نتاع جبن، يقعد حسب الرغبه نتاعكم، كل واحد يعمل على كيف كيف. كهو توا شخشختها بالجبن، باش نعمل لها رشه صغيره فين زاغ برشه شويه بركه، وباش نرجعها في الكوشه. المره هذه باش نحطها في الطبق الثاني، باش نخلي هيك الموتزاريلا تذوب بالكدا وتاخذ لون ذهبي مزيان. من بعد نجيو للغارنيتور الاخرانيه اللي تقعد على كيف كيفكم، انا باش نستعمل تون ومعدنوس. حاسيلو هيك البيتزا نتاع ايام زمان، ثم قبل كان شكون يحط فيها زيد العظم، اما انا باش نحط المعدنوس والزيتون. البيتزا سي حضرت والجبن ذيب، من عرفش منين باش نوريكم، هو نودكم ولا نشهيكم، حاسيلو ماذا بيا نكملها في ساعه باش نبدا ناكل. دوك باش نتعديو باش نحط لها انا شويه تون، تنجمو تحطوا جامبون كان تحبوا، اما انا حبيت هكا نعملها بالتون، دوك باش نشخشخوها بالتون. باش نحط عليها رشة المعدنوس، ما تصوروش قديش تبنن، تظهر لي في البيتزا اللي بالتون تبنن، يظهر لي حتى اكثر من الحبق. دونك رشة المعدنوس، وباش نكمل بكعبة بتروف زيتون، هي راهي بنتها تجي بالزيتون الاكحل، اما الا غالب ما عنديش، دونك باش نعملو باللي موجود. وكهو سي الوصفه نتاعنا وفيت، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. كان عجبتكم ما تنسوش باش تعطيوني رايكم في لي كومونتير، وتشجعوني تبارتاجيوها وتحطوا لي برشا جيمات. كانكم اول مره تزوروا قناتي ما تنسوش باش تشتركوا وتتبعوني على باقي مواقع التواصل الاجتماعي، تو يظهروا لكم توا في الاكران، وتو تلقاو الوصفه مكتوبه كما قلت لكم على الموقع نتاعي diwasweetness.com. توا باش نقصوها باش نوري لكم الجبن كيفاش وكيفاش هي التكستور نتاعها، وما بقى كيمش نقولوا مع بعضنا، اللهم ادمها ناعمه واحفظها من الزوال.